سفر بيني العنب كان أحب موسم على قلب بابا. كنت تشوفيه فرحان مثل الأولاد، كأنه عيد احتفال. يا ريت يا ريت. بتعرفي خالي ألاف، ما في أي شيء له طعم بدونه. كان ناطر موسم العنب على نار، كنتي رح تكوني هلأ جنبه. ما كان حابب يبين، بس كان واضح كتير. بابا، مو فاصلين الأحمر عن الأخضر. ليك طلع حلال على هالمرأة. الله أعلم هالكلب قديش عرض عليها. عرض كتير بالسلعة أصيلة. كيف الأولاد؟ محمود كبران شي؟ أحكي صاير شي؟ بحكي بس لا تجي. يلا أحكي. البنت ألف لما ما باعت الأرض رجع ما تحمل حاله وكبس على المزرعة. محمود انجرح جرح خفيف بإيده. هاي هاي قلت لك لا تجي. الكلب الواطي عديم الشرف. ومحمود نيح رصاصة خدشته شوي. ولك رجا، اليوم اللي بدي اطلع فيه من هون بدي امحي اثرك بايدي، بدي ادفنك يا عديم الشرف. ايه قلت لك لا تجن لا تجن. اسطنبول حلوة مثل ما بتبين بالتلفزيون؟ ما في شيء بيبين حلو مثل ما هو بالتلفزيون، خاصة الناس. ليك وفي سيارة جاية جاي انت المجنون. يبعث له البلا، هي سيارة رجاء آغا. شو نحن ما رح نخلص من هالزلمة بقى؟ شو بدنا نعمل؟ خلص اهدوا شوي، ما في يعمل شيء. هلا والله هلا. شوفوا مين في على طريق الكروم. شو هالصدفة؟ صدفة سيئة. لسه في الحساب معك ما انتهى. بارح بالليل حاولت تنهي وما كفاك؟
فهمناكي بالحسنة ما فهمتي. شو فهمتني؟ طلعي فيني يا مرة، يا بتبيعي اللي بتملكيه يا بتبيعيه، ما عندك حل تاني. أنا أصلاً ما عندي شي لبيعه. هاي مناطق ما أنا آمنة، مو منيح بعدين بصير لك شي مكروه. إذا ما بتفكري بحالك فكري بأولادك على الأقل. خوفتوا النسوان والدور هلأ إجا على الأولاد؟ تبهي على حالك يا مرة، الزمي حدودك. طريقتك الوحيدة بالحكي هي التهديد ها؟ قلت لك ما عندي شي لبيعه ولا في وردي، رفضت كل شي. رفضتي؟ حتى لو ما رفضته ما رح بيعك. تصطفلي، أنا ما ضل علي حق. رح تندمي يا اسطنبولية، رح تندمي كتير. الكلب الواطي انكلب، عن جد انكلب. لا تزعلي ماما زينو، خالي إليف وقفته عند حده، ما في على لسانه غير البيع والأرض. قبل ما توصلوا اتصل ضابط الدرك يا خانم. خير شو حكى؟ ناطرك انت والست آليف بالمخفر. حاسة انه بتم هالضابط حكي بده يقوله. خير ان شاء الله. ماما زينو وقفي شوي. ست أليف مرحبا. كأنه شفتي فاجأتك. الصراحة إيه، بس هاد أسلوبك؟ أسلوب شو؟ عم بحكي على العمليات اللي بتعملوها عندكم بالعيلة، مداهمات، تهديد، ترهيب. انت عن شو عم تحكي؟ انتو بأي دنيا عايشين سيد مراد؟ انا ما ادعيت انه عيلتي ملايكة، بس ما لي علاقة باللي حكيتيه، ما عندي خبر. ما عندك؟ ليش حضرتك ما كنت موجود لما ابوك عرض علي يشتري حصتي؟ بلا، واكيد بتتذكري انه انا وابي ما كنا متفقين ابدا بموضوع حصتك. بتذكر ومالي مصدقتك. طلع قلي لشوف شو الدور اللي اخدته بهاي اللعبة؟ دور الملاك ما؟ طيب ست أليف، الحادثة اللي سواها الأخ كمال ماما زينو. لا تنبشي حضرة الضابط، كبسنا ملح على الجرح بلا ما نفتح جرحنا. بس الموضوع ما بينترك ماما زينو، في شبهات. شبهات شو؟ ما ارتحت لتقرير الحادثة، تحريت مرة تانية ورحت على حرف الوادي على مكان الحادث. ولقيت شي مهم؟ لا ما لقيت. أصلا هون المشكلة، ما في أثر للفرام، كأنه كمال ساق السيارة مباشرة على الوادي. بس هاد مو معقول. بعرف، بعت السيارة على مخبر الدرك الجنائي ليفحصوا الفرامات، والتقرير إجا الصبح. والنتيجة؟ الفرام سليم. هذا عشو بيدل؟ أنا ما كتير عندي رغبة، بس مضطر أخذ إذنكم. إذن لشو؟ للتشريح، نقدم طلب للقاضي نفتح قبر السيد كمال، ضروري نساوي تشريح للجسة. هذا الشيء مستحيل. ماما زينو اسمعيني، ما بتنمد إيد على أخي، حاج تتركه مرتاح بقبره. لحظة لحظة، أنت يعني قصدك في جريمة؟ نعم، أنا بظن أنه زوجك راح بجريمة قتل، جريمة غطت بحادثة. ماما زينو، ماما زينو، أنت هون؟ جو بارد. الكلاب ضايجة الليلة. الكلاب شم ريحة الدم. خلص ماما، دم كتير رح يسيل.
يلا خلينا نفوت. دم كتير رح يسيل كتير. مين ممكن يعمل هيك وليش؟ لهلأ ما فهمتي شو نيته؟ هذا رجل كلب، مين غيره؟ وأنا رح أقتله. بعدين بتفوت على الحبس؟ لا تدخل، انت شو فهمك؟ حبس حبس، المقتول هو أبي مو أبوك. إذا ما قطعنا نزله لهالواطي ما رح نشوف الراحة. بلا هالحكي، ليكي أنا معك وما رح واسيكي. من الغباء أني حاول خفف عنك، بس مثل ما شفتي الملازم أخذ قراره، حتى القاتل براسه مين ما كان. وأكيد القاتل المعروف. إيدال. نعم ماما زينو. في شي خبر من جيمو؟ بالمصنع، رح يتأخر. محمود تعال معي. خبرت أخوك جيمو بشي؟ لا. جيمو أخا كبيرنا، أنا اللي لازم أقتل رجا، ما هيك ماما زينو؟ رح أعمل حالي ما سمعت الحكي. أوعك تفكر بهيك شي أبدا حبيبي. أنت لساتك صغير كتير، بدك تكبر وتتعلم وتصير أب. محمود شفتي نظرات ماما زين؟ نظرتها بتخوف، بخاف اطلع عليها. ايه لكن لا تطلعي فيها. البارودة وراحت. لوين؟ لعند رجا. اعملي شي خالي إليف، رح اتصل بأخي. اوعي. بس لا تقولي له، إذا بيجي بتصير مجزرة. والله ما حبيت لها الروحة، الله يستر ما يصير شي معها. إيدال خليكي، تعا معي. Thank you.
لك انت واحد واطي كلب سافل عديم الشرف؟ طلع لبرا يا مجرم. زينو لك ريت تضرب زينو وساعد زينو، مستعجلي على موته. شو نعمل اغا؟ اوعى حدا منكم يتصرف بغباء. رجاء يا ابن الحرام يا رجاء، خايف مني يا حيوان؟ ما هيك جاهز للرجال لنشوف هاي ليش عم تصرخ؟ طلع من هالوكر خليني اشوف وجهك. روح اجمع الرجال. رجاء يا ابن الكلب يا رجاء. وين هذا؟ هو ماشي. شو جاية تعملي بهالليل يا مرا؟ صاير لعالك شي يعني؟ ماما زينو شو عم تعملي هون؟ رجعي. بلاها بلاها ماما زينو، تركي البارودي. هلا والله هلا، شوفوا مين اجا. اجيت لعندكم مشان اغلب دار اخي يا رجاء. بدك تدفع ثمن الدم اللي سيحته. دم مين؟ دم كمال؟ لا تتغشمن يا رجاء، هي قصدت عن الحادثة. شو صرت أنا المسؤول عن الحوادث؟ أساساً هي هي القصة رجاء آغا، درك قالوا إنه موت كمال مانو مجرد حادثة عرضية. لا، هيك قالوا؟ إيه. أنا هلأ زعلت عن جد، عن جد هلأ زعلت كتير يا زينو كتير. تعرفي ليش انزعجت؟ كمال مات، أمر الله لا اعتراض على إرادته، بس اللي تاري عنده يا زينو ما حدا غيري بيقتله، لأنه هذا التار تاري أنا. إذا غيري قتلوا إلك علي يمين أنا رجاء آغا، وتشهد علي الناس كلها مين ما كان القاتل. إذا ما بدفنوا بإيدي هدول بكون عديم الشهامة. إمتك انشهم يا واطي لتحكي عن الشهامة؟ أنت ما عندك عقل يا مرأة؟ لو بدي أقتل كمال كنت بروح بأبصب نص السوق بكسب سمعة وشرف. وين صارت إنه الآغا يتخبى مثل المرأة؟ رجاء آغا كبير الكل، إمتى سواها؟ امتى سواها؟ قولي بابا. انت لا تتدخل، حاجتكم جنان بقى. الكل نزل سلاحه. عكاش نزل سلاحك، قلتلك نزل سلاحك. وانتو لا تطلعوا هيك، انزلوا. وهلا دوركم. بابا معه حق زينو، إذا قتلوا بيقول إنه قتلوا. الآغا بعمره ما عمل شي ونكره. روحوا بقى ست أليف، ما فيني أضبط هالناس أكتر من هيك. نزل سلاحك، ما رح تنحل هيك ماما زينو. سمعتيهم شو قالوا؟ مزبوط، شوفي بيقتل الناس مشان سمعته. خلينا نرجع على البيت يلا. يلا نقلعوا من هون، خليكم بالطبخ ولا تتدخلوا بشغل الرجال، مو لبقلكم. رجاء آغا أنا لابلي؟ محمود ما رح عندلك يا رجاء، أنا خسرت أبي وأنت بتخسر ابنك لا تفهم. محمود نزل المسدس. بعدي خالي إليف. لا ما رح بعد، ماني بعدي أول إذا بدك. بعدين شو بيصير؟ ها بيقتلوكن وبتقتلوهن، واخرتها شو النهاية؟ الموت؟ الحبس؟ المكي؟ هاي هي حياتكن؟ هاي هي؟ عمل لك بعدي يا خالي. مستحيل، نزلوا خلينا نرجع يلا يلا. بعدي عمل لك شو ناطر؟ عوّس قالت لك اتركي المسدس. يلا من هون ولا وحاجة تمثيل نقلعوا. امشي يلا امشي. ست أليف شكرا، ما عملت هالشي من شانك. مع هيك شكرا. امشي. لو ما جيت على البيت ما كنتوا ناويين تخبروني، ما هيك؟ اخي والله كنت رح خبرك. حسابكن بعدين. خالي إليف منعتني خبرك. المرة الجاي فكري بعقلك يا غبية. محمود يا عيوني. ماما ماما متنا من الخوف. خلص حبيباتي خلص مدت. طمنيني ماما زينو، إن شاء الله ما عملتوا شي.
حالياً ما صار شيء، بس إذا بتقيموهن بيكون أحسن. خطر على الأولاد. عملنا اللي عملناه. الليلة ما حدا بينام، خلوا عيونكم مفتحة وديروا بالكم على مداخل ومخارج المزرعة. رجا ما بيتأمل له. يلا توزعوا. طبعاً أمر معكم. خير بابا؟ اوعك بقى تعيدها. تتذكر مرة شو قلت لي أبي؟ شو قلت لك؟ قلت لي أنت أغا، اتصرف بأغوية، أعرف حالك مين أنت. مظبوط، بس لازم تعمل أغا بالمكان الصح والزمان الصح. مو بتطلع بتوقف ضدي قدام رجالي. أنا مو ضدك. لا واضح. إذا ولد بالشارع بيفرقع له شي شغلة بتصير حرب، ومباشرة الكل بيحملوا سلاحهم وبيطلعوا. ايه خلصنا بقى، خجلوا. المرأة اجت على بيتي وبيدها سلاح، بقدم لها وردة. وبالمقابل انت من 3 أيام امرت بالهجوم على بيتها. ايه امرت. بس بيقول المثل اللي بينام مع السيف بيموت بالسيف. بالمناسبة فكرة الوردة منيحة. الانسان بيتعود على الموت. بتقولي امر الله وبتكبسي ملح على جرحك، بس قصة القتل إنه خصمك يقتلي، هاي بتختلف، هاي ما بتنحمل أبداً. أنا مقدرة وجعك. لا ما بتقدري، مو بإيدك إنك ما تقدري. تجوزتي 3 أيام وجعك مو مثل وجعي نهائياً، مو مثله أبداً. معك حق، أنا بعرف. اسمعي يا بنت، أنا ما حكيت هيك مشان زعلك. أنا ما عم قارن وجعي بوجعك، بس ماما زينو، الوجع تحديداً ما له ميزان. الفرق إنك خسرتي ماضيكي وأنا خسرت مستقبلي. والله معك حق، بس هدول 50 سنة. شايفتك شارد، شو عم تفكر؟ شغلات كتيرة. عشوي كنت متت، ولد طوله شبر كان رح يقتلك. انتي ما عم تفهمي؟ شو؟ انتي ما بتفهمي، نحن عم نموت زليخة شوي شوي، وكل دقيقة على طول عم نموت. حتى لو انه ما حدا عم يقتلنا، نحن عم نموت. عم تخرف. ما حدا بيقدر يهرب من الجحيم اللي عمله يا زليخة، وهالجحيم هاد نحن عملناه. انت فكرك مشوش. نصيحة مني، بعد عن الست الاسطنبولية. وهي شو إلها علاقة؟ ست غريبة، ومن وقت ما ظهرت انت كمان صرت غريب. بس ما أنا مهووسة بالقتل مثلنا. إذا هاي هي الغرابة برأيك فنعم، أنا بسرني كون مثلها. بس نسيت شغلة مهمة. وشو هي؟ بابا ما كتير رح ينبسط من هالشي، وحتى أنا كمان. يسلموا ايديكي ليلى، كتير طيبين. صحة وهنا. حابب اقول شي، بعرف مو شغلتي بس انت واحد منا مهند، احكي لا تتردد. الاسبوع الجاي الانتخابات، لو كمال اغا عايش كان المرشح الوحيد، مثل ما بيصير كل مرة. مين ترشح؟ رجا. رجا؟ تفيه. طبعاً، الساحة فاضية للكلب. أنتوا مشغولين، حبيت أذكركم. شكراً إلك. أنا اسمحوا لي، بدي أتفقد الرجال. يلا تصبح على خير. إذا رجا نجح بده يركعنا. إذا أبي راح أنت موجود أخي، هي شغلتك أنت. مو كتير سهلة. أبي ضل 20 سنة رئيس، كان ماسك كل شيء بكف إيده. إدال معها حق. ما بقدر. لازم تقدر. ما بقدر لأنه ما بعرف. بدك ياهن يطبلوا وراي ويقولوا ليكو ابن مبارح، بعدين بيقولوا ابن كمال خرب الشغل. إذا أنا تبهدلت معليش، بس إذا أنا خربت الشغل أبي رح يتضايق بقبره، وهالشي ما بتحمله. وكمان في مشكلة تانية. شو هي؟
رجا أغا وجمو على نفس الطاولة، هاي خطرة كتير. أبي كان يمشي الأمور. أبوكي كان عنده خبرة، تظلمي أخوكي إذا بتطلبيه بمثل هديك الخبرة. طيب شو الحل؟ إنك تصيري الرئيس. شو؟ أنت جنيتي. كم مرة قلت لك لا تجي بدون ما تعطيني الخبر؟ Hello. Hi, Elizabeth. It's me. Darling, كيفك؟ منيح، وانتي؟ بدنا متحمس كتير. قبل شوي نام. الصبح طالعين أنا وياه على المطار. يا حرام شو مشتاق لك لو تشوفه. هانت رح شوفه بكرة. بس يركب بالطيارة اتصلي فيني. بتصل. لا تقلق. مراد. خير شوفي. بدي منك تعرف شغلة. الحقيقة مو بس جان اللي مشتاق لك. أنا كمان اشتقت لك. بلكي شي يوم. ما بعرف. كل شي لساته جديد. أنا آسف. في شي وحدة جديدة بحياتك؟ ليش سكتت؟ تفاجأت. أنت سامحتني مراد؟ ما عندي رغبة أحكي بهالموضوع. لو سمحتي تصبحي على خير. Çok güzelsin. Beni deli ettin kendine. Delirmen işe yaramıyor. Aklım başka yerde. Doğru. Kemal yüzünden mi? Evet o. Korkma. Kimse bir şey bulamaz. Jandarma işin peşini bırakmaz. Kokuyu aldı bir sefer. Ne kokusu? Ne kokusu ha? Söyle hadi ne kokusu? Ne olduğunu biliyorsun. İkimiz de biliyoruz. Neden aramadın? Aramam mı gerekiyordu? Beklemiştim. Keşke beklemeseydin. Neden beklediğimi biliyorsun. Boşuna Zeliha. Boşuna mı? Evet, bunu diyorum. Aynen bu. Yapma Kemal. Zaten bir şey yapmadım. Duygularına karşılık mı verdim? Sana umut mu verdim? Söylesene ne yaptım? Allah kahretsin. Aklım fikrim hep sende. Bu benim suçum değil. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Bu durumu sen yarattın Zeliha. Sen kendi içinde, kendi kendine bir ben yarattın. Benle hiç ilgisi olmayan bir ben. Sonra tuttun ona aşık oldun. Şimdi de benden bu aşkın hesabını soruyorsun. Yanlış bir aşk bu Zeliha. Ve yanlış bir hesap. Demesek ne kaybederiz? Ortalık bayram yerine döner. Bu kan davası 5 dakikada biter. Hiç değilse bir denesek. Aşk denemez. Vardır veya yoktur. Ben sana aşık değilim. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Olabilirdin. İmkansız. Ben zaten... Zaten ne? Ben evlendim. Evlendin mi? Benden kurtulmaya bak Zeliha. Benden ve adına aşk koyduğun o saçmalıktan kurtulmaya bak.
haklısın Kemal. Çok haklısın. Hem de öyle haklısın ki. Sadece ikimiz biliyoruz Ökkeş. Sadece sen ve ben. Yakında başkaları da bilecek. Hiç kimse bilmez, bilemez. Çeneni kapa yeter. Korkup bir saçmalık yapmazsın değil mi Ökkeş? Hayır, elbette yapmam. Sana güvenebilir miyim Ökkeş? Bana güven. Senin için her şeyi yaparım. Göreyim seni. Bana güven. İnşallah fişi. خلصت منك. وثقي فيني. لا توثقي في غيري بهالدنيا. عكاش بكفيكي. Beni yalnız bırakma Ökkeş. Bırakmam. Bu dünyada tek güvendiğim sensin. Bir tek sen. بفهم من حكيك انك ما بتنفعي رئيسي؟ ممكن مستحيل. صباح الخير جمو. صباح النور. ليش؟ الرئاسة شغلة رجال. العالم من زمان عم بيمشوه النسوان القويات. لا تغاروا تاخد على خاطرك. يلي عم تحكي عنه عالم تاني بنتي، بعيد عنا كتير. صباح الخير جميعا. صباح الخير. وين كنتي يا بنت؟ كنت بمزرعة الدجاج. ليلى جبت بيض طازة منشان البرك. يسلموا ايديكي. اجا المحامي. شو شايفنا بحلمه؟ صباح الخير جميعا. صباح النور. لا تعذب حالك. جاي بكير، تفضل. طلع بيان التركي. قلت بجيبه لخلي الاجراءات تبلش بسرعة. بتعرف الشركة والميراث. أي ميراث؟ هذا بيان تركة الأولاد وهذا لحضرتك. قلت لك أنا رافضة الورثة. مع هيك بيان التركة بيطلع. تاخديه أو بترفضيه ما بقدر أتدخل. بس أنا بقدر. بنتي ألاف بتاخد حصتها من الورثة. لا ماما زينو، ما في حل. بدك تاخدي. بس أنا ما بستحقها. تستحقي أكتر من هيك بكتير. وأكيد ما راح تخالفي كلمتي. وإذا صار لي ولو حق صغير عليكي ما بسامحك فيه أبداً. وكمال كمان ما رح يشوف الراحة بقبره. بشرط إنك تقبلي الرئاسة. بقبل بس بشرط إذا بتبقي وتساعديني. أنت كنتي موظفة بنك وماما زينب بحاجة خبير تمويل. غير هيك نحن كلياتنا بحاجتك. مرت أخي كمال ما بتترك قضيته بالأرض وبتهرب. ما بيصير. طيب ببقى. مروان thank you.
دول خليني اشوفك. يا سلام، طولان وكبران كتير. ورجيني عضلاتك، ورجيني التانية. ايه شو هالقوة هاي؟ قالت لي ماما بس اوصل اتصل. ماشي منتصل، بس خلينا نروح هلا. وانا كمان حابب يروح قدك واكتر. احيانا الروحة بتكون سهلة، سهلة كتير، بس مو متأكدة اذا صح ولا لا. بس انتي وعدتينا، قلتي رح نروح. ما في داعي كل شوية تذكريني، فهمنا. هون ما بيناسبنا. باسطنبول احسن؟ ماما الناس هون متخلفين كتير، هذيك بيهجموا على هدول وهدول بيردولن. اشتهيت ولو مرة وحدة تفكروا انا شو بدي. ما خطركم تسألوني عن رأيي؟ نحن مفكرينك بدك ترجعي. طيب كان بدي وغيرت رأيي. طيب ليش؟ شوفي، كمال اجا بأصعب وقت وساعدنا بمحنتنا، كان كتير كريم معنا، على القليل نرد هالجميلة. وهلأ كمال مات، معقولي منقول مالنا شغل ومندير ظهرنا لكل هالناس؟ يا إما بتبقوا معي على القليل لتخلص هاي الأمور، يا يا شو؟ فكروا منيح بقراركم. البابا كان لوحده لما اجى على المطار؟ ايه لوحده. اعطيني البابا. ما فيني، بابا عم بيسوق. يا ريت اجمعنا يا ماما. يا ريت، بس ما بعرف اذا ابوك بيريد. يعني اكيد بتمنناش، يعني لا. اي لاف يو. وانا بحبك بابا. بدك تكون معنا ماما؟ بدك ما هيك؟ اكيد حبيبي. اذا بتترك هالكمبيوتر بيكون احسن. محمود عطاني اذن قبل مرة لعبنا. برأيك ماما معها حق؟ ما بعرف، من وجهة نظري معها حق. شو بدنا نعمل؟ أنا بدي روح. مصممة؟ هون مثل الكابوس، ما في مطرح تروح عليه، ما في عندي رفقات هون. بس الماما هون؟ إيه، وإذا؟ أختي عم بقول. شو بتقول؟ آه هاي مذكرات. ولا محمود كمان؟ تركها بمحلها لا تلعب. الحقيقة شي حلو، محمود بيعرف يكتب. مجد اتركها، إذا بشوفنا حدا نتبهدل. مشتي اقراها، تعالي نقراها. ليكي اسمعي، 13 آذار كاتب عن ولادة البقرة الدلوعة. بقيت طوال الليل فيما بعد أبعدوني. عندما استيقظنا صباحا كان لدينا عجل صغير ككرة النور، أسميته مركور. محمود لما بيكبر رح يصير شاعر. ماشي اتركها بقى. وحدة تانية. شوفي بهاي الصفحة كتب جملة بس، اليوم مات أبي. عاملناهم معاملة سيئة، عاملناهم كغرباء مع أنهم طيبون جدا. اليوم تغابيت، حصان أبي رفس مجد بسببي. تمنيت الله يصاب بأذى، تمنيت أن يكون صديقا لي. والأخت مروة طيبة جدا. هات لتشوف. كان هنا عندما توفي أبي، ولكنهم سيذهبون من هنا، سيصعب علينا ذهابهم، إنهم لا يعرفون هذا. هل يبقون إذا عرفوا؟ غالباً لا يبقون، هم ليسوا مثلنا، لأننا إذا ارتبطنا نبقى مرتبطين لآخر حياتنا. وهي وصلنا يا بطل. بهي الجهة في جنينة حلوة. آه إجا البطل، إجا أخيراً، إجا حفيدي البطل. ما بدك تصارع جدك؟ بلا مصارعة ما بيصير. نلبس أنا وياك هالتياب وبنطلع على السهل، والطبول بتعزف لنا. خلص بابا اتركه، دوخت لنا إياه للصبي. خلي عمته تشوفه. اللي اشتقت لعمتك؟ قديش حليان يا جان؟ انت كمان حلوة كتير. بالله وشاطر بالحكي. لكان يا عمي الصبي عاش بأوروبا مو حيلا. وهي كرمال حفيدي بابا.
بابا شوفي. معقول بابا؟ شو صار؟ شو عملنا؟ بدون السلاح جان ماله متعود على هالشغلات. بتعود بتعود. أنا بدي ربيه مثل جده، زلمة عن جد، سبع بطل. احترامي، قال طلبتني سيدي. ايه هاد طلب رسمي مشان فتح قبر كمال بيطلي وتشريح جثته. خذه للنائب العام باليد بلا ما نعلق بالمشاكل الروتينية. أمرك سيدي. قل له طلب مستعجل، هي مو جثة براد المشفى، كل ما زاد التفسخ بيصعب علينا أخذ نتيجة. مفهوم سيدي. بعد شاي لهون. أمرك سيدي. شو فكرتوا؟ ايه فكرنا، فكرنا وعطينا قرار. كنا حابين نرجع على اسطنبول، اشتقنا لاسطنبول كتير، لرفقاتنا اللي هنيك، لكل شي باسطنبول. بس بعدين بعدين فهمنا انه ما حلنا جنبك، يعني اسطنبول بدونك ما رح تفيدنا. وفهيك انت احلى من اسطنبول. اذا مو مصدق اسألي اسطنبول. انت اسطنبولنا ماما، وين ما كنتي بتكون اسطنبول. سامحتينا ماما. انتو حبيبات عمري.